بتثبت بقى المعلومات، زي ما احنا كتير جدا بنقول انه تنقصنا المعلومات واحنا ما عندناش يعني جهات مختصة بتطلع تقدم الصورة الحقيقية لما يحدث في مصر او غيره. الحقيقة لما بنشوف ان عكس كده بيتعمل على الارض لازم نتكلم عنه. Human Rights Watch، اعتقد اغلب حضراتكم حتى اللي يعني مش مستقل او ما بيتابعش قوي الشان السياسي او الشان العالمي او غيره لازم هيكون سمع الاسم ده مرتين ثلاثه على الاقل في الكام يوم اللي فاتوا. منظمه عالميه المفترض ان هي بتتكلم على حقوق الانسان، وعلى فكره بس عشان نكون صراحه مع حضراتكم، ما بنقدمش العرض ده ولا بنتكلم في ده عشان هيومن رايتس ووتش مطلعه تقرير يعني ضد مصر جدا، وبيتكلم على قمع في مصر، وبيتكلم على معلومات مضلله وكده. مش بنقول الموقفنا من هيومن رايتس ووتش عشان هم عملوا كده، لكن لو بكره طلعوا بيان بوزيتيف عننا وايجابي وزيقوا مصر بلد الفريدم والحريات وبتاع، نطلع نقول ايه هيومن رايتس ووتش من انقى واشرف المنظمات العالميه. لا، ما بنقولش كده. عشان كده بنقول احنا بينا دايما نقول بينا وبين بعض ايه؟ التكنولوجيا الحديثة، يعني نستغل كل الموبايلات والحاجات اللي احنا ماشيين بيها طول النهار دي. تمام؟ عندك جوجل، وجوجل مش هيكذب، يعني زي أبلة نظيفة كده، لا بيجمل ولا بيكذب، هو بيطلع مليون نتيجة وحضرتك بقى تدخل تتفرج. ادخلوا على مواقع بتتكلم، مواقع أجنبية اللي انتوا عايزينها، وشوفوا تاريخ كده هيومن رايتس ووتش، شوفوا بيكتبوا تقارير في ايه، وبيركزوا مع دول ايه، بأهداف جايلهم وأوامر جايلهم منين وليه، وشوفوا بيسيبوا حاجات ومصائب سوداء قد كده لأنظمة بعينها وبيغمضوا عينيه عليها. يا راجل ده هيومن رايتس ووتش أيام أردوغان لما حصل ضده الانقلاب عنده في تركيا، الانقلاب الفاشل، ونزل قبض على الشعب، المواطنين اللي كان ماشي في الشارع كان بيتقبض عليه، القضاء كان بينزل يلم القضاء من بيوتهم، الشرطة، الجيش، الصحفيين، حملات البوليس كان بينزل يقفل الجرايد والمجلات والمواقع، ما كتبوش كلمة، ما كتبوش كلمة واحدة ضد أردوغان، محدش فتح بقه. يا راجل ده قطر اللي كان ليها فضيحة المفترض انه كان فورا كاس العالم يتسحب منها لما كانت بتسخر العمال الأفارقة والعمال الأسيويين من نيبال ومن هنا ومن هنا ومن هنا، بيقعدوا يشتغلوا بالعشرة والاتناشر ساعة في درجة حرارة 50 عشان يبنوا الاستاد، وكانوا بيموتوا، والكاميرات راحت في هناك أماكن البيات والسكن بتاع العمال دول، الدود والحشرات كانت جوه أواني الأكل بتاعهم، كانوا بيدوهم ملاليم وبيسخروهم، أسوأ معاملة في الحياة. هيومن رايتس ووتش ما كتبتش كلمة. جرى إيه بقى؟ يعني احنا بس بنوضح ليه تحسوا دلوقتي ان في هبه كده حاصله من المجتمع المصري على هيومن رايتس ووتش. ما هو مش هنسكت الصراحه، لا اعلام ولا مواطنين ولا صحافه ولا هيئه الاستعلامات. هيئه الاستعلامات الحقيقه كانت عامله، كان في مؤتمر مهم جدا بحييهم الحقيقه، نقابه الصحفيين، السيد نقيب الصحفيين كان موجود، دكتور ضياء رشوان رئيس الهيئه اللي عمل الاستعلامات كان موجود. الحقيقه كان مؤتمر هايل، وانا سعيده انه كان في التكاتف ده. ننتفض بقى مع بعض، خلونا ننتفض بقى عشان احنا مش هنسكت بعد كده الصراحه على كل من يعني يقعد يرمي علينا اتهامات جزافا. مش كل ما حد يروح يدفع له مبلغ عشان يكتب على مصر ولا يتسكت له، ما مش هينفع تمشي كده الامور الصراحه. يعني روحوا اولى شوفوا البلاوي اللي بتحصل هنا وهنا وهنا، روحوا اتكلموا عن الروهينجا هيومن رايتس ووتش، روحوا اتكلموا على الروهينجا قبل ما تيجوا تتكلموا علينا. يعني الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أكد أنه تقرير هيومن رايتس ووتش تجاهل كافة عمليات الإرهاب والقتل التي تقع في مصر بشكل ممنهج من 2013 على يد المجموعات الإرهابية التابعة للإخوان وغيرهم في المنظمات، من المنظمات العنيفة أو اللي هي يعني بتدعم الإرهاب. كان في مؤتمر صحفي امبارح زي ما قلت لحضراتكم، مؤتمر صحفي مع المراسلين الأجانب، ودي كانت نقطة مهمة قوي، لأن أنا طول الوقت بنقول ما ينفعش يا جماعة يبقى دايما بنوجه الرسائل لنفسنا. يعني لما نطلع في دريم والزملاء يطلعوا في القناة دي والقناة دي، احنا برضو ماشي، احنا بنتكلم بس بينا وبين بعض، ما احنا عايزين الصورة تتصدر بره. فدي مسؤولية مين في المقام الأول؟ هيئة الاستعلامات.
هم اللي عندهم الداتا بيز، هم اللي يعرفوا حصر بالاجانب المراسلين والصحفيين ووكلاء المواقع الاخباريه المقيمين في مصر او اللي موجودين، هم اللي بيقدروا يبعتوا للبي ار ايجنسيز بره او وكالات العلاقات العامه بره فينزلوا الاخبار بتاعتنا حتى لو مدفوعه الاجر، كل العالم بيعمل كده. فكان في مؤتمر صحفي امبارح كان فيه المراسلين الاجانب اللي موجودين في مصر، وكان فيه زي ما قلت حضرتك نقيب الصحفيين ويعني عدد كبير من الصحفيين المصريين، وانه كان في بقى اشاره انه التقرير تجاهل عدد الشهداء من المدنيين المصريين من عمليات الارهاب منذ يناير 2013 وحتى اليوم الذي تجاوز 700 شهيد، وانه زي العدد ده 3 مرات على الاقل من الجرحى، وانه عدد شهداء ومصابي الجيش بالمئات، وإنه عدد شهداء الشرطة ما يقدر بألف ومصابوها حوالي 20,000، وإنه هناك 6 من رجال القضاء المصري في مقدمتهم النائب العام المستشار هشام بركات رحمة الله عليه وعليهم جميعا وعلى كل الشهداء الإرهاب، دول كلهم دفعوا حياتهم ثمن لعمليات الإرهابية أو إنهم تعرضوا إلى عمليات وكانوا من المصابين. كان فين تقرير هيومن رايتس ووتش من ده؟ يعني فين بقى كل الكلام ده؟ احنا من 2013 طالع عينينا ارهاب وعبوات متفجره وكنايس تتفجر في الناس اللي داخله تصلي فيها وجيش واكمنه جيش وشرطه، والعمليه الارهابيه عندنا الواحده عندنا بيسقط فيها كذا شهيد، فين بقى كل الكلام ده؟ كان امبارح برضو كان في اشاره مهمه انه العالم كله بيستعيد بالامس كان 11 سبتمبر الذكرى 16 لهجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحده الامريكيه، وانه المفروض يعني الاقدر بينا ان احنا انها تفكرنا بخطوره الارهاب الذي لا يفرق بين احد، واننا هنا موجودين. ده امبارح كان دكتور ضياء بيقول اننا هنا موجودين لنوضح ما تقوم به المنظمات المشبوهة ضد مصر، وده في إطار الذكرى الأليمة اللي شهدتها أمريكا من الإرهاب الغاشم في 11 سبتمبر، وما تؤكد عليه مصر وإنه كانت مصر أول من حذر العالم من خطورة الإرهاب وإن مواجهته تحتاج لتكاتف الجميع. ده كان يعني بعض المقتطفات اللي جت في المؤتمر امبارح. اللي بعدها بقى زي ما قلنا كده، يعني مصر طبعا بقالها سنين بتتكلم في قصة الإرهاب، وقالها سنين بتتكلم على إنه لازم العالم كله يتكاتف ولازم العالم كله يقف جنب بعض ولازم العالم كله يبقى حريص انه يواجه الارهاب. امتى بقى العالم بدا يسمع لمصر وبدا بقى يصدر بيانات والرؤساء والزعماء لما يقابلوا الرئيس السيسي يحيوه، او لما يقابلوا الخارجيه الوزير الخارجيه عندهم الوزير الخارجيه عندنا يقولوا له نقدر ونثمن دور مصر في مكافحه الارهاب؟ امتى؟ لما هم داقوا الارهاب بره، لما هم بره داقوا الارهاب. لكن طول ما احنا كنا هنا بنطلع في الاعلام لابسين اسود والحداد على شهدائنا اللي بيقعوا، هما بالنسبه لهم بيبصوا مش شايفين مش فاهمين ومطنشين، مش قضيتهم. بقت قضيتهم لما هم اتكووا بنار الارهاب. لما بقى دلوقتي في اوروبا في بلدان مستحيل كنت تتخيل انه الارهاب ده يعدي بس من يعني من جنبها كده يطير من فوق اراضيها كده وحدودها، لما دخلهم إلى عقر ديارهم، لما بقى في نيس وكان وبرشلونة ولندن وألمانيا وبروكسل، لما البلاد دي كلها بلاد التقدم والأمن والأمان والسياحة وكل حاجة في الدنيا، ما تبقاش حتى مطمن وانت ماشي في الشارع، لأنك ممكن واحد جاي لك بأوتوبيس ولا عربية يدخل يدهسك، أو واحد بسكينة يدخل يطعنك، وعشرات الحوادث الإرهابية. بمناسبة الحوادث الإرهابية وبمناسبة إرهاب قطر وتركيا وبمناسبة قطر الحقيقة ضربت كل الأمثلة في العالم اللي ممكن تفهمك قد إيه هذه الدولة، نظام هذه الدولة، عفوا ليس هذه الدولة، نظام الحاكم في قطر، نظام تميم، نظام الحمدين، ضربوا المثل في المراوغة والملاوعة وتحوير الحقائق وتزييف الحقائق والكذب بصورة مستمرة. الناس دي بتتنفس كذب. الناس دي ما ينفعش تصدق منها كلمة صباح الخير اللي بتقولها لك، ما ينفعش يطلعوا بيان صحفي تصدق منهم هم ناويين على ايه. ده الملاوعة لغاية اول امبارح.
كنت لسه بقول حالا لحضراتكم انه الواحد بيبقى واقف على الحرف كده بيتفرج على اللي بيحصل قدامه، ما بيبقاش ما بيحسش ان هو involved او متداخل في الموضوع الا لما نار الموضوع ده بتمسه. حقيقة الشعب القطري، وانا فخورة وسعيدة جدا بكل زملائي في الاعلام والصحافة اللي من اول يوم عندما بدأت حربنا مع نظام تميم رفضوا الإساءة لقطر كدولة وشعب، وكان عندنا هذا القدر من التمييز الكبير جدا إن احنا نقول معركتنا لم تكن ولن تكون في يوم من الأيام أبدا مع الشعب القطري. ده شعب عربي شقيق بتجمعنا بيه لغة وعادات وتقاليد ودين وأمور كثيرة جدا، عمرنا ما كانت مشكلتنا معاه على فكرة، ولا مع الشعب التركي ولا مع أي شعب في العالم. لكن لما تبقى متأكد إنه نظام هذا البلد بيدعم الإرهاب ضدك، بيمول عشان يدخلوا يقتلوا لك في جيشك وشرطتك وقضائك والمواطنين، لما تبقى عارف إن في حمساوية واخدين فلوس من قطر من نظام قطر عشان يعدوا ويدخلوا لنا ويدخلوا على كنيسة يفجروها بالناس اللي فيها، يبقى أنت هنا لازم طول الوقت تبقى عندك هذا الفكر التنويري اللي يخليك عارف انت عدوك مين، انت مشكلتك مع مين. مشكلتك مش مع الشعب القطري، لا كانت ولا هتكون. الشعب القطري اللي الحقيقه بقاله فتره وفتره مش قليله اصبح صوت المعارضه فيه يعلو. القطريين اللي هم اول ناس على فكره متأذين جدا من نظام تميم والحمدين، من كل المؤامرات. الشعب القطري في النهاية ناس بتشتغل وموظفين وأطباء ودكاترة وصحاب بيزنس وناس عايزة تشتغل وست بيت وست عاملة وكل حاجة، ناس عايزة تعيش، عايزة تعيش في نظافة، عايزة تحس إنه العالم بيبص لبلدها نظرة يعني تسوى إيه دي، ولو إنه ما فيش مقارنة بس هو تسوى إيه دي إن أنت تبص لبلدك على إنها دولة. ادخل اكتب قطر على طول المرادفة ليها دلوقتي تيرورزم إرهاب، ادخل اكتب قطر هتلاقي قرضاوي، هتلاقي عاصم عبد الماجد، هتلاقي حاجات كتير جدا كلها ليها علاقه بالارهاب. تسوى ايه دي لما يبقى ده احساسك ونظرتك على بلدك؟ وعلى النقيض ان انت يبقى عندك بلد 90 مليون فيها مشاكل قد ما فيها مشاكل، وفيها مشاكل اقتصاديه وحاجات كتيره جدا وارهاب لسه بنحاربه، لكن يكفي ان احنا بنحارب الارهاب بشرف، يكفي ان احنا في كل الازمه اللي احنا فيها دي عندنا ايد بنبني ونعمر بيها وبنشتغل بيها وبنصلح يعني ميراث سنين طويلة جدا الحقيقة على كل المستويات، وعندنا ايد ماسكة السلاح وبتحارب وبتحمي هذا الوطن، بتحارب عشان بتحمي هذا الوطن مش عشان تتآمر على اي دولة او اي نظام او اي شعب. صوت المعارضة القطرية اصبح يعلى